خلينا نروح لزميلنا طبعا عمر ربيع ياسين. اولا حابب ان انا احييه طبعا معانا على التليفون، فحابب ان انا احييه جدا على هو ومجموعه العمل بالكامل. الحقيقه انا مش عايز اقول اسماء، لكن كلهم الحقيقه كانوا عاملين شغل رائع جدا. كريم ودكروري ويحيى كلهم الحقيقه عاملين شغل رائع جدا جدا في معسكر النادي الاهلي في اسبانيا. وطبعا زميلنا عمر ربيع ياسين لسه في اسبانيا، لسه راجعين اهو بقى، نطمن نشوف ايه اللي حصل. كنت عايز اطلع انا وانت ما نطلع نستقبلهم. طيب عمر طلع مكان يا عمر، الحمد لله على السلام. انا كابتن اسلام الله يسلمك، مرحب بكابتن عادل وكابتن ستيف وكابتن حشيش، وبشكر حضرتك على الكلام اللي حضرتك بتقوله. لا الحقيقه انتوا عاملين حاجه جامده جدا يا عمر، بسم الله ما شاء الله. يعني والله يا كابتن احنا مجموعه عمل بوجود حضرتك ووجود كل طبعا زمايلنا اللي موجودين في قناه الاهلي، كلنا بنكمل بعض الحمد لله. زي ما انا قلت ان احنا الاخر طلع المنظر مشاهده المنظر اللي في قناه النادي الاهلي مظبوط الحمد لله. يعني كابتن سيد ايه ساعدنا شويه في المعسكر، يعني كابتن سيد لا ده كده يعني كده تمام، ده كده تمام قوي. ما هو دايما كان يجي يقول لي بص اظن بقى يعني اظن ما فيش بعد كده يعني بقى ايه. قلت له يا كابتن انا عارف ان السفريه دي هتقفل لنا اللعيبه، هيقفلها علينا. خلاص يا اخويا بتروح تشتغل اداري انت بعد كده، احنا خوفنا فاحنا عايزينك معانا على طول. طبعا فاحنا كابتن اسلام حاولنا ناخد على قد ما نقدر طبعا اللعيبه والنجوم اللي كانوا موجودين معانا على شاشه قناه النادي الاهلي، كان نفسنا ناخدهم كلهم، لكن حضرتك عارف ضيق الوقت وان طبعا التدريبات الصعبه جدا الصبح وبعد ظهر وصبح التدريب وبعد ظهر ماتشات، فكان الموضوع صعب. فكنا بنحاول على قد ما نقدر احنا ناخد اكبر قدر ممكن، لكن الحمد لله رجعنا بالسلامه الحمد لله. الحمد لله على السلامه يا عمر. طمنا بقى على الاخبار، ايه النيو لوك اللي عامله مارتن لاسارتي ده؟ حاجه حلوه يعني، حاجه جديده كده. مش مارتن لاسارتي عمل، لا هو مدرب لذيذ جدا، مدرب دمه خفيف ومدرب طبعا شاطر جدا، معاه جهاز فني على اعلى مستوى. يمكن الفرصه دي يا كابتن اسلام ما جاتلوش من اول السيزون ان هو مزبوط. ان هو ينفرد باللعيب لمده 10 ايام، ما عندوش اصابات غير حاجات بسيطه جدا جدا لا تذكر، عنده اللعيبه كلها على اعلى مستوى، عنده ما عندوش اي اصابات. اللعيبه الدوليه رجعت من المعسكر او من بطوله امم افريقيا عليه حتى لو عدد الايام قليله، وكان الهدف بالنسبه له ان هو ياهل اللعيبه نفسيا علشان تخش في المود مع اللعيبه علشان تجهز لمباراه المقاولين اللي جايه. ايوه كان طلع معانا على قناه الاهلي قال ان بعد الثلاث ماتشات وبعد ما الفريق هيرجع بكره عندهم اجازه وبعديها هيرجعوا للتدريبات مره اخرى، ولكن في مباراه اخيره قبل المقاولين العرب هتكون اخر مباراه وديه علشان يطمن 100% على كل العناصر اللي موجوده، يضع اللمسه الاخيره الفنيه والتكتيكيه اللي هتبقى موجوده. لكن طبعا زي ما حضرتك تابعت وشفت هو بنسبه 45% استقر على الاتام، استقر على الشكل، استقر على التكتيك اللي هيلعب بيه مباراه المقاولين والزمالك. لكن يا كابتن اسلام المعسكر حاجه تشرف، حاجه محترمه، حاجه طريق بالنادي الاهلي، حاجه طريق بلاعب كره القدم من امكانيات من قدرات من بلد جوها يتناسب مع مصر ودرجه حرارها درجه الحراره تتناسب مع مصر. اللعيبه اخذت كل الجرعات المكثفه من تدريبات من ماتشات وديه حتى من راحات، اللعيبه لما كانت بتريح وبتنزل اليوم الفري بتاعها كان كل حاجه بمقدار معين برولز معينه بشروط معينه، بيروحوا في وقت معين بيرجعوا في وقت معين، كل حاجه كانت مهتم. اعتقد ان يعني ما فيش فرصه هتيجي لمارتن ماساتي زي ال 10 ايام اللي كان موجود فيهم، علشان كده الراجل مبسوط جدا، والراجل عنده يعني الاصرار ان هو يحقق بطوله الدوري الموسم ده، علشان الموسم ده زي ما حضرتك شايف موسم طويل، موسم استثنائي، بطوله الدوري كلها طبعا. النبي ما تقولش استثنائي دي تاني، ابوس ايدك ما تقولش استثنائي عشان انا زهقت من ماشي الموسم اللي فات. احنا كابتن بنقول على حسب المسميات اللي هم كانوا بيقولوا. ما هم كانوا خلاص، فخلينا نقول حاجه جديده. تمام. فعشان كده بقول لحضرتك بالنسبه لهم كابتن الاهلي حضرتك عارف ان هو كان بدا كان بعيد، بعد كده قرب، بعد كده بعد بعد كده قرب، وبالتالي اللعيبه والجهاز الفني عايزين هدفهم واحد، وده انا شفته بعينيا من قربي للعيبه، اللعيبه كلها قلبها على قلب بعض، ايديها واحده، عايزين بطوله الدوري، ومن خلال بطوله الدوري يا كابتن اسلام يخشوا على ماتشات الكاس، وبعد الكاس يبداوا في ماتش السوبر، وبعد السوبر يخشوا على دوري وافريقيا. الحماس يا كابتن والروح العاليه جدا اللي موجوده دي تقدر ان شاء الله نطمن بيها حضرتك ونطمن بيها كل الاهلاويه، وفعلا اللعيبه والجهاز الفني حاجه محترمه وحاجه تشرف، اخلاق وامكانيات لعيب النادي الاهلي فعلا يعني حاجه يا كابتن تشرف، لعيبه كلها على اعلى مستوى، كل مركز هتلاقي فيه يعني لعيبه على اعلى مستوى، تلاقي وليد ازارو، مروان محسن، حسين الشحات، رمضان صبحي، اجاي، وليد سليمان، لعيبه كتير قوي كابتن في كل المراكز. انت محتار نص ملعب حسام عاشور، حمدي فتحي، السليه، هشام محمد، يعني عندك في كل حته يا كابتن بسم الله ما شاء الله عنده اختيار واثنين وثلاثه
وكمان وجود اللعيبه الصغيره اللي موجودين معاهم اعتقد ان دي حاجه اضافه جدا او اضافه كويسه جدا للفريق. نتمنى ان شاء الله كابتن حسام بقى يستمر هذا الاصرار والحماس لمباراه المورينو والزمالك ان شاء الله كلنا مع بعض يا كابتن. يا رب. عمر اخيرا انتوا رجعتوا امتى؟ الساعه كام؟ بكره اجازه ان شاء الله ويوم ال رجعنا الساعه 10 ل 10 بالدقيقه. طلعنا من هناك الطياره كانت الساعه 7 ونص تقريبا، اخذنا حوالي 3 ساعات وشويه او 4 ساعات الا ربع، وصلنا مطار القاهره. اللعيبه كلها مشيت، بكره ان شاء الله اللعيبه عندها اجازه عشان كلهم يقدروا يقعدوا مع اهاليهم مع اولادهم، الموضوع يبقى بالنسبه لهم يعني قدروا ان هم يوصلوا ما بين ال 10 ايام اللي كان فيهم شغل كتير قوي وبين المعسكر اللي هيبدا او المباراه الوديه والمعسكر اللي هيبداوا المباراه المقاولين، وبالتالي التدريب هيستأنف ان شاء الله بعد بكره علشان خاطر نخش في الجد نخش في التركيز. المباراه الوديه امتى يا عمر؟ لسه ما تمش تحديدها، لكن مستر مارتن قال ان هتبقى في مباراه هيتم تحديدها بناء على التنسيق مع كابتن سيد والجهاز الفني والاداري علشان يحددوا كمان الطرف الثاني اللي هيكون في المباراه. هو عايز يلعب مباراه طبعا علشان يطمن بيها 100% على اللعيبه اللي موجوده، يطمن 100% على التشكيل اللي هيبدا بيه. اتمنى كابتن التوفيق، واحنا كلنا في ظهرهم، هنفضل ان شاء الله في ظهرهم. والمباراه وفعلا كابتن معسكر حضرتك يعني ان شاء الله تكون مره كده تكون موجود عشان تتابع كل حاجه عن بعد، هتلاقي كل حاجه كابتن فعلا فعلا هي دي امكانيات وقدرات النادي الاهلي اللي كل الناس بتتكلم عليها. معسكر يليق فعلا بلاعيبي النادي الاهلي ولاعيبي منتخب مصر. اشكرك جدا يا عمر وحمد لله على السلامه، ودايما متالق في كل حاجه الحقيقه، وتغطيه اكثر من رائعه لمده 10 ايام لمعسكر النادي الاهلي زي ما حضراتكم شفتوا. الكرو اللي طالع او الطاقم اللي طالع بالكامل طالع